إذا إحنا صادقين ونريد نغير، نخش بعيون هذول الطارئين بالمؤسسات والوزارات والاتحادات والأندية والجامعات وبكل مكان بهذا البلد. لازم نكون أصحاب قرار وسلطة حتى نبعدهم، ونخلي الرجل المناسب بالمكان المناسب، ونجيب التكنوقراط والأكاديميين والرياضيين والنجوم اللي خدموا ألعابهم ومنتخباتهم ونواديهم وجامعاتهم ومؤسساتهم ووزاراتهم، ويكونون نزيهين ومثقفين وعندهم خبرة وعلاقات خارجية. فلازم تكون عندك سلطة وقرار. والسلطة منين تجي هالمرة؟ تجي منكم وبأصواتكم، وتوقفون ويانا موقف الشرف والأمانة. لا تقول إيش سويت ما سويت، ولا تسمع للي يسقطون بالباطل، ولا تقول هذا منين وذاك منين. والحال بعد ما يتحمل هذا الحكي والناس تعبت، خليك وطني، خليك وطني ابن العراق.